بالبلاش يا سجان سجان سجان. مسيو أهلين، بتريدي السجادة يا مدام؟ دكتور فارس سعيد؟ اه نعم، عندي السجادة عجمية ممتازة بالبلاش. اه دكتور سعيد، فاجأتني انه تركت السياسة وعم بيع سجاد هلا؟ لا لا، هيدي السجادة عندي بالبيت، اشتريتها الوالدة نهاد سعيد، تبين انها عجمية صرع ايران، فالتزاما مني بالعقوبات اللي فرضتها امريكا على التعامل مع ايران، قررت اقبع السجادة من عندي وبيعها واخلص منها. أتحو جم الخميس 9:30 المساء على الجديد